جوست نقول اللي الوالد اليوم معناتها اوفيسيلمون محال على تستر على عاملين وفاق ارهابي تابع قضيه شكري بالعيد واضح في 2013 2014 وقت اللي شدها، ومن بعديك قضيه هذيا تعطات القاضي اخر من 2016 وهي في يد قاضي اخر واللي هو ما لقى فيها حتى شيء القاضي الاخر، حتى حد ما يذكر اسمه بالطبيعه، اما من 2016 والقضيه عن قاضي اخر كان ينجم يمشي يفعل بوليسيه يفعل الابحاث يعمل يحب مش مشكل. تو هو نفترض كان ارهابي في 2013 و2014 نمشي معك اوكي، هو تستر على الارهابيين وقت والارهابيين اللي دخلهم الحبس قبيل شكري بالعيد ولدي افرج عليهم انا مخليهم في الحبس. فهمتني؟ نكمل لك ما دام هو متستر على الارهاب، الارهابيين اللي تشدوا في قضيه بارد وقضيه سوس كيف كيف سايب وعليه وعليه ما تطلبوش السماح للبلدان الاوروبيه حتى تقول لهم قاضي تستر على الارهاب مش قاضي معناتها كرموه، قولوا لهم يسحبوا التكريم نتاعهم، قولوا لهم يسحبوا باش العاقل يكرموه، قولوا لهم يسحبوا التكريم نتاعهم. وعلاش الحكومه التونسيه ما تطلبش السماح ما دامكم اليوم قاعدين تقاضيوا في باشي العاقل واللي هو معناتها ادي راهو كي تحل الرومانه ما تلقى كان كذب، وكي انت تدخل اليوم على قاضي في قضيه الوالد اول ما المحامين دخلوا على القاضي قال لهم راهو يا انا يا هو في الحبس امشي عاد انت فهم واحد. فهمتني؟ قضاء يخوفوا فيه، قضاء مرهوز، قضاء معناتها مهروب، معناتها قضاء اليوم يتحكم فيه السلطه السياسيه تحب ولا تكره، والمحامين الكل فاهمين والناس الكل تحكي راهو في الكواليس وتحكي زاده في العلن والناس الكل يعرفوها الحكايه هذه، والخوف معناتها مسيطر على السلطه القضائيه للاسف، وراو التونسي اليوم مش فاهمها، راو السلطه السياسيه تسيطر لك على القضاء نتاعك، راو ما عندك معناتها حقك باش يبيع اسهل الطرق اللي تتصورها، راو اي معناتها اي اكسيون بوليتيك باش تفك لك حقك. حاسيلو. واضح. شكرا عزيز، استاذ سمير انت ناشط سياسي. هذا كان تعقب حول ثم بيان لجمعية القضاة أخيرا حكى حملة جديدة من الإيقافات وغيره، إلى أي حد يعني هذا يقوض فعلا هم السلطة السياسية الآن يقولوا وظيفة القضاء، إلى أي حد القاضي قضاء ما زال قادر أن يشتغل في حد أدنى من ظروف الاستقلالية؟ حتى نختم معكم أستاذنا. اليوم لا نستطيع أن نختلف أنه ما فماش ضمانات لاستقلالية القضاء في تونس باعتبار أنه القضاة اليوم يخدموا تحت طائرة التهديد وبالأعفاء، وعديد القضاة اللي يقع أعفائهم بسبب قرارات قضائية خذوها بناء على أبحاث وبناء على ملفات ورفضوا الخضوع للتعليمات أو الإملاءات أو رفضوا كذلك إيقاف أشخاص أبرياء أو ما فماش شروط تسمح بإيداعهم بالسجن. نعم. اليوم يلقاهم عاطلين عن العمل وتم إعفائهم، فبالطبع في مثل هذه الظروف لا يمكن الحديث، تم تقويض كل المكاسب التي تحققت بعد الثورة فيما يتعلق بضمان استقلالية أو توفير ضمانات استقلالية القضاء. شكرا جزيلا أستاذ سمير بن عمر رئيس الحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وجزيل الشكر للشاب عزيز العكرمي ابن القاضي وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي السجين حاليا تقريبا منذ عند سنة الآن في الإيقاف. هكذا نأتي لختام حلقتنا اليوم، موعدنا تجدد معكم إن شاء الله غدوة في المباشر في حسد 24 بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.